مباراتين كان السيناريو بتاعهم في منتهى التعقيد الحقيقة. طبعا في النهاية الأهم أنك أنت قدرت أنك أنت تكسب الثلاث نقاط في كل مباراة، كانت مباراة الإنتاج وكانت مباراة أسوان، والاثنين شاهدوا تألق عدد كبير جدا من لاعيبة النادي الأهلي. بعرف أنا منين؟ بعرف من اختيارات حضراتكم. في ماتشات دايما بيدور اختيار الجمهور فيها على ثلاث أربع أسامي بالكتير، وبتفضل المنافسة بينهم لغاية آخر المشوار. لكن في ماتشات تانية بيبقى صعب علينا جدا وإحنا بنعمل عملية الفرز إن إحنا نعرف الأول والتاني والتالت رايح لمين من لاعيبة النادي الأهلي، وده ينطبق على ماتش الإنتاج الحربي وعلى ماتش أسوان بشكل كبير طبعا. وهقول لحضراتكم مين كان بتنافس بس بعد ما نعلن الثلاث مراكز الأولى في مباراة الإنتاج. في المركز الأول في مباراة الإنتاج الحربي كان الدبابة المالية أليو ديانج اللي استحق عن جدارة وباكتساح الحقيقة أصوات جماهير النادي الأهلي، وقدر يفوز بالمركز الأول وضاف لرصيده ثلاث نقاط خدوه لبعيد، وهنعرف طبعا بعد شوية ترتيب الجدول العام. في المركز الثاني بعد طول غياب واستحقها برضو عن جدارة لأنه الحقيقة تألق بشكل كبير جدا وكان واحد من أهم أسباب ومفاتيح فوز النادي الأهلي في المباراة دي، علولو علي معلول في المركز الثاني بعد غياب طويل. عارف طبعا الإصابة حرمت معلول من المشاركة لعدد كبير من المباريات، واستغرق أو خد عدد ثاني من المباريات لغاية لما ابتدى يستعيد فورمته العالية. وأعتقد أنه معلول رجع مرة ثانية بقوة الحقيقة في مباراة الإنتاج الحربي وخد المركز الثاني وضاف لرصيده نقطتين. أما في المركز الثالث فكان بإجماع الجماهير وبعد منافسة قوية جدا الحقيقة مع مروان محسن اللي الحقيقة كان يبدو أنه في حالة دعم كبير جدا من جماهير النادي الأهلي ليه، لكن بفوارق بسيطة جدا قدر حسين الشحات أنه يحصل على المركز الثالث كأفضل ثالث لاعب في مباراة الإنتاج الحربي وضيف لرصيده نقطة. رصيد الشحات ما توقفش عند النقطة اللي خدها في مباراة الإنتاج، لأنه رجع في مباراة أسوان الحقيقة واستحق عن جدارة واستحقاق بعد منافسة قوية جدا 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 مع كهربا أنه يحصل على المركز الأول كأفضل لاعب في اختيارات جماهير النادي الأهلي في مباراة أسوان. وبما أن المنافسة كانت مع كهربا فده معناه أنه كهربا احتل المركز الثاني، وإشادة كبيرة جدا بحالة الإصرار والرغبة في العودة المستوى المعروف عنه في الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأهلي، وهي بتختار كهربا الحقيقة في مباراة أسوان كأفضل تاني اللاعبين. أما في المركز الثالث فكان مش بالنسبة لي علامة استفهام لكن علامة احترام الحقيقة لعلي لطفي اللي في كل مناسبة مهما كانت كبيرة أو صغيرة بيظهر فيها وبيشارك في عدد محدود جدا من المباريات، بينال ثقة جماهير النادي الأهلي وبينال كمان أصواتهم في الاختيارات المتعلقة بأفضل ثلاث لاعبين. علي لطفي في المركز الثالث في مباراة أسوان بعد منافسة قوية جدا مع مين؟ مع بواليا، مع مروان، مع بواليا ومع عمرو السولية الحقيقة، لكن علي لطفي قدر يحسم المركز الثالث ويضيف لرصيده نقطة. ناخد حضراتكم لجدول الترتيب العام ونشوف وصلنا لفين بعد مباراة أسوان وبعد نهاية ماتشات شهر يوليو. في المركز الأول بعد ما ضاف لرصيده ثلاث نقاط بيبعد الحقيقة أليو ديانج بعد ما كان ماشي راس براس مع محمد الشناوي، بيرفع رصيده ل 34 نقطة. في المركز الثاني بيجي محمد الشناوي برصيد 28 نقطة. في المركز الثالث عندنا الثالث والرابع الحقيقة بيجي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة برصيد 26 نقطة. أكرم توفيق أعتقد بيحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة. بعد كده بدر بنون اللي غاب بقاله فترة، وحشتنا يا بدر الحقيقة لازم نقولها لك. بدر بنون كان الحقيقة بدأ مشواره بقوة شديدة وكان دايما حاضر في اختيارات الجماهير، لكن يظل محافظ على المركز السادس برصيد 16 نقطة. علي المعلول بيضيف لرصيده نقطتين بعد طول غياب الحقيقة وبيرفع رصيده ل 11 نقطة. وأيمن أشرف اللي يمكن برضو ابتعد لفترة طويلة جدا عن اختيارات الجماهير حاضر لكن مش قادر على الحسم في المركز الثامن برصيد 11 نقطة. عمرو السولية 10 نقاط. كهربا بيرفع رصيده بعد ما كان 8 بالنقطتين اللي خدهم في ماتش أسوان، بيرفع رصيده ل 10 نقاط. وأيضا الشحات بيرفع رصيده ل 10 نقاط، بيدخلوا الحقيقة في المنافسة بشكل أو بآخر. وبعد كده عندنا طاهر، محمد طاهر، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، كلهم برصيد 9 نقاط. وليد سليمان برصيد 8 نقاط، وابتعد الحقيقة وليد سليمان طبعا بسبب الإصابة اللي جات له وبسبب عدم مشاركته باستمرار. أجاي بعد كده في المركز السابع في المركز ال 14 برصيد 7 نقاط. بعد كده على الترتيب
علي لطفي، محمد هاني، رامي ربيعه، كوكا، بيكهام، والتر بواليا، ومروان محسن. ده ترتيب الجدول العام. نيجي بقى مع حضراتكم للاعب شهر 7 اللي يمكن كان فيه منافسه كبيره جدا. الشهر ده بالمناسبه تالق فيه عدد كبير جدا من اللاعبين، وفي اغلب الشهور اللي فاتت كان بيبقى برضو واضح حاله التوهج كبيره جدا للاعب بعينه، وبيبقى واضح من قبل الشهر ما يخلص انه في لاعب مسيطر او لاعب قادر على حسم اللقب حتى قبل ما ماتشات تظهر. حصل ده مثلا في بدايه المسابقات في شهر 12 مع علي معلول اللي كان بادئ الموسم بدايه ولا اروع. حصل ده مع الشناوي في شهر فبراير اللي شهد طبعا مشاركه النادي الاهلي في كاس عالم الانديه، وكان الشناوي صاحب دور مهم جدا في تحقيق المركز الثالث والحصول على البرونزيه. حصل ده مع شهر 6 اللي حسمه بواليا، شهر 5 اللي حسمه محمد شريف، اما شهر 7 فالمنافسه فيه كانت لاخر لحظه الحقيقه ما بين محمد شريف وما بين محمد مجدي قفشه، لكن بعدد النقاط اللي حصل عليها محمد مجدي قفشه من تصويت الجماهير قدر ان هو يحسم اللقب لصالحه ويصبح لاعب شهر يوليو في النادي الاهلي هو محمد مجدي قفشه. النموذج، ليه بقول النموذج؟ لانه محمد مجدي قفشه من اللاعبين اللي ادركوا الحقيقه انه وصولك لنادي الاهلي هو مجرد بدايه، ومن بعدها تحصل الانطلاقه، وحسب بقى رغبتك، حسب اصرارك، حسب قدرتك ازاي تقدر تطور من مستواك. واعتقد انه تطور كبير جدا شاهده محمد مجدي قفشه من اول ما انضم للنادي الاهلي وصولا للحظه اللي بكلم حضراتكم فيها عشان يكون واحد، او هو يمكن يكون اهم صانع العاب في مصر في الموسم الحالي. نشوف مع حضراتكم مجموعه من ارقام محمد مجدي قفشه خلال مشاركاته في شهر يوليو فقط. شارك محمد مجدي قفشه في 8 ماتشات للنادي الاهلي بعدد اجمالي دقائق 775 دقيقه، احرز في هذه المباريات 3 اهداف، منهم هدفين ومنهم واحد عالمي طبعا في المقصه، ومنهم هدف كمان في نهائي دوري ابطال افريقيا امام كايزر تشيفز عشان يكون حاضر دايما في المناسبات الكبيره. طبعا ده دول اهداف قفشه في ماتش المقصه، 3 اهداف احرزهم في خلال شهر 7. الهدف الثاني في المقصه بعتبره واحد من اجمل اهداف مسابقه الدوري على مدار الموسم، قطع واستخلاص وكره من على خط النص بالظبط عشان تدخل، طبعا في واحد من اجمل اهداف، ما بنشوفش الحاجات دي غير في الدوريات الكبيره والمباريات العالميه، والحقيقه هدف يحسب لمحمد مجدي قفشه رغم ان التوفيق ما كانش حليفه قوي وما كانش من اللاعبين المتالقين قوي في المباراه دي، لكن الحقيقه يمكن ربنا كافئه على مجهوده طول الشهر الحقيقه باحراز واحد من اجمل اهدافه، بالاضافه طبعا لهدف كايزر تشيفز، ده الهدف طبعا اللي احرزه الجون الثاني في كايزر تشيفز في مباراه نهائي دوري الابطال. نيجي بقى لصناعه التمريرات الصحيحه بدايه. محمد مجدي قفشه 534 تمريره، منهم 462 تمريره صحيحه، التمريرات البينيه 25 تمريره بينيه، المراوغات 22 مراوغه منهم 17 مراوغه سليمه.